فدير يسمون السرورية ويسمون التكفيريون ويسمون الدواعش كلهم خوارج. مين علي الجزولي ده تلقاه لابس له شال أسود وهايج في المنبر قال إنها شجاعة. والله أنا أتعجب من الناس العاملين فيها أهل شجاعة ويتكلموا في الخروج لك. وهذا الحاكم ثم إنه في هذه البلاد حتى السواسي صارت جيعانة. ما على السواسي؟ والله الموية قطعت بسبب الناس ذيل، والكهرباء مشوف الطرمبات بتاعتها ترجف كلها قديمة، والشنو ايوه والجامع عمرك برا متكيفين. هيقول لك شجاع شجاع الزول ده ما بخاف. تعال مسكه قول له حكومة سألتك؟ لا لا البلد فيها ديمقراطية. اي زول يقول كلامه يبقى ما شجاع. انت اذا اي زول يقول كلامه انت تكلمت في كلام ما في اصلا مشكلة، صح ولا ما صح؟ خليه من ناحية دينية، من ناحية دينية فيه مشكلة. ايوه تعال مشي الجامع البجاي، جامع فيه رايات خدر والعكاكيس قاعدة والسبح الألفية الجلدة بها حارة قاعدة والناس قاعدين والسيخة بتاعت المنبر قاعدة. قول لهم الله واحد وما تنادوا الشيخ، وده من الشرك وضيعت الحقوق العظيمة حق الله تعالى وهو التوحيد. قول لهم مش هناك. والله أقول لك مالنا ومالهم ده الجهرة بتاع المشاكل ساي. أنت ما شجاع، شجاع دافع عن الله أول شيء. أنت بتتكلم في الحاكم ما بزول بيسألك، بل الناس بيحترموك. أنت مرق برا بتاع الركشة يقول لك والله شجاع يا مولانا أركب أركب كر، لكن كذا تتكلم في التوحيد في بتاع ركشة بيركبك يقول لك وهابي وهابي تكره النبي يخليك ذاته وبيمش منك. دي الشجاعة هنا، دي الشجاعة دي. ده تتكلم لي في الحاكم يا ولد ما بيسألك الحاكم، مش تتكلم ما بيسألك. تقعد دي الشجاعة، جلابته نظيفة وعمته نظيفة وراكب براده يقول لك هؤلاء لهم علاقة بالكفار. براده دي صنع لك منه؟ صنع لك مسلم؟ والله دي صنع لي كافر. كويس. جلابتك ذاتها صنع لك منه؟ والله كفار. ايوه. نظارتك دي سوى لك منه؟ كافر. بيتك دي عمارتك دي عمل لك منه؟ كافر. ماسورة الصناعة منه؟ كافر. طريقتك دي كلها ماسورة يعني. كلها لخبطة ساي. والله الذي لا إله غيره كلها لف ودوران في نهاية المطاف. فدي ما شجاعة يا ناس. لو الشجاعة الكلام في الحكام كان يتكلمنا، لو ده الدين والله كان يتكلمنا. وأسي لو يتكلمت ما بظل بيسألك، ما بيسألوك، لكن خالفت الشريعة. لكن تتكلم في التوحيد الناس بتكرهك وبتبغضك، وده بيجاي بنبذك وداك بشاكلك. فدي جماعة منحرفة. ديل يقول لك البلد دي فيها ظلم. طبعا ديل بيدغدغوا في العواطف. بلد دي فيها ظلم ولازم نخرج، نخرج نسوي شنو؟ نخرج نقلبها عليهم. تقلب شنو؟ انت قايل ركشة؟ انت قايل تقلبها سهلة كده بس؟ رسول قال لك ما تقلبها. رأيك شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من خرج على إمامي قيد شبر فمات فميتة جاهلية. قال ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين: أي فميت على ميتة أهل الجهل، يعني أنها سوء خاتمة. سوء خاتمة. أنت بتمي ساي يقول لك يا مولاي تو ناس ما بخوافين، ناس ما عندكم شجاعة. الشجاعة تمرق على ديل وديل مش أمرق. المروق وين؟ في المنبر. ولك نحن نخرج ولا بد أن نخرج. تلقاها يجو عرقان في المنبر يقرب يكسر المنبر والميكروفون. سماعة دي تضرب يصلحوها، ديك تضرب يصلحوها، وانت تخرج ولابد في بيته. التراب لما مات ما شفنا مرق في مظاهرة. شفتوا انتوا؟ تلقى الشعبيين تعبانين مارقين. شيخنا قال مرق شيخكم وينه؟ والله ما قاعد في البيت بيحضر فينا في الغناء. يجيبوكم في الجزيرة يجلدوكم مقاعد يضحك بمزاج. كان ما قلبتوه هو ما خسران، كان قلبتوه هو يجي الكرسي بالراحة. ذهب دور الشنو؟ ذهب دور العسكري وجاء دور شنو؟ الخليفة. ما الفكي الخليفة. هو الخليفة بس يجي يستلم الكرسي
يا اخ معقوله ده حزب الامه خرجوا حصل شفته صادق مهدي خارج في مزار حصل شفته ما بيخرج قاعد في بيته يمشوا هن يداوسوها قلبوها بيجي بيقعد ما قلبوها وخسران ما خسران لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لانه ذاك جهاد حق لما يقول لهم الجهاد بيكون شنو؟ قدام انا النبي ولا كذب انا ابن عبدي المطلب تلقاه قدام من معارف حق لانه قضيه هو مقتنع بها لكن ده لخبطه ساي وفي النهايه يمرق يجيبوا لهم الدفارات الناس العيون الحمر ديلك ناس رثيانين ديل باكلون للكتمه بس شفت ما بيجيبون لك بتاع سكر بيجيبوا لك عساكر بيجيبوك ديل ما بيجوا الا في حاجه زي دي وبيجوا ما بعرفوك شفتها البر بر والجوه جوه والله الذي لا اله واحد قال لي مره زمان في بور السودان قال ناس الداخليه عملوا لخبطه قال جابوا لون ابو طير نزلوهم بس قال لون الناس بعصي ولا مسدسات قال لموا في النازل خشوا جوه جلدوهم من الغرف مرقوهم برا كلهم خطوهم في الحوش قال قعدوا ينقزوا في الغرف ابو طير ابو طير جوه طالب برا ثاني جو بالبسطونه ارقد ادوا صوتين دخلون جوا الغرف نقزوا في الحوش ابو طير برا طالب جوا يلا ادوها تحيه ومشوا طوال مرقوا يا زول انا ما اقول لك كذي نحن والله لو دين هم يشدوك بسطونه تحتسب عند الله تعالى لكن انت تخرج لشنو؟ يا اما يقول لك الدنيا والله البنزين زاد والسكر زاد تف يتف السفه ويقول لك السكر زاد حسي حق الصعود ده ما تدخله في السكر كان دخلته في السكر ما بتتم بدل نص رطل تجيب رطل يقول لك سكر زاد تف خاتيها وخاتي سفته ويقول لك نحن خارجين ده ناس الدنيا ناس الدين يقول لك دول بيوالوا اليهود والنصارى نخرج عليهم يمرقوها برا انت دار تقليب ليه والله دول والوا اليهود والنصارى كذا اطلع لك راس بيت طلع راس بيت عاين كذا في البيوت دي اكثر شيء كثير شنو ولك والله الحاجه زي الكوره البيضة دي ايوه الديجيتال ده جوا فيه يهود ونصارى انت قاعد تحضر لهم في البيت ذاته يحضر لي جون سينا جوا وميسي تاع الكوره ويمرق برا دار يقلبها مالك والله اليهود وطيب ديل شنو اللي بتحضر لهم ديل كلها تناقض في الناس ديل والله الذي لا اله غيره واحد تلقاه البنات متبرجات تقول له ديل بنات منو بنات الحكومه لا لا ديل بنات منو بناتنا نحن اهم مالك مع الحكومه ما طبقوا الشريعه طيب زول بيته 250 متر مساحته كلها عنده بنتين وولدين البنتين البنتان والولدان الأربعة دين ما قادر يطبق فيهم الشريعة بنات متبرجات والأولاد لافينا ربع متر أولاد وبنات ما قادر يطبق الشريعة أربعة بس أنت داير وده يطبق لك الشريعة في البلد جد وما معنى هذا تبرير له ويطبقها واجب عليه لكن انت بتطالبه وتطبقها اول شيء، انت لو طبقت الشريعه في ده في بيتك وذاك في بيته وده في بيته وده في بيته الامور انت قال ما بتجيها والله الشغله دي بتمشي طوال قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فدير يسمون السروريه ويسمون التكفيريون ويسمون الدواعش كلهم خوارج